معكم في البرايم تايم في متابعة لنتائج البكالوريا وأعلى المعدلات على المستوى الوطني بالنسبة لدورة البكالوريا 2022. كان معنا محمد عزيز عيساوي، نذكركم اللي عن شعبة الرياضيات 1996 من معهد النموذجي. أريانا معنا تو بالتليفون فرح المثلوثي عن شعبة العلوم التجريبية عن معهد بورقيبة النموذجي بتونس عن معدل 1939. صباح النور فرح. صباح النور عايش. ان شاء الله مبروك، ان شاء الله مبروك المعدل 1939. وقتاش خرجت الريزلتا عندك فرح؟ انا الحقيقه رجع عديتها لي بلانس تكيت هكا شويه حكيت قمت نلقى الميساج نقم ما في قد قلت لي راه سي بون ميساج ميساج يعني وصلت حكيت 7 و4 انا هكاك فقت لي حقمت ربي والحاجه شفتها هي المعين نقصت من الفرق ما كنت تتصور في جملة معناها تصورت فوق ديجيت أنا مش ديزناس فهمت قعدت تثبت في المعدل قعدت تثبت فيه المعدل هو مش هو نتخيل ماتير نتخيل ماتير قعدت تثبت فيه وصبا الحمد لله يا ربي الحمد لله مرقدتش ضغط وستريس ما نجمتش نرقد الحق البارح ما نجمتش الحق عام كامل عديته مانيش ستريسي وما فهمتش بيه ليلة البارح بالذات خايف مش عارف يتصب عليا الحمد لله الحمد لله مجهوداتي مشيت هكاك اكيد معدل ما تبارك الله دونك على المستوى الوطني في العلوم التجريبيه 1939. قداش خذيت في المواد بالضبط معناتها؟ سيونس 19.5 مات 19.75 فيزيك 18.75 فرنسي 19 المان انا عم اوبسيون خديت 20 19.37 انفورماتيك 19.83 سبور و 16.25 فيلو 14.25 عربي و 18.75 انجلي سي بون انجلي وعندك 20 في الالمان هكا اوبسيون اي 20 في الالمان تبارك الله تبارك الله كنت متوقع 19.39 فرح الحق لي صدقني ديما حتى فوق ال 18 وانا منشرها على 200 نقول المهم فوق ال 18 تبدا 200 مضمونه انا كي ريت 19 برتني فرحه مش عاديه ما كنتش نتصورها جمله الحق معك الحمد لله يا رب احكي لي على جو الدار توا جو العائله معناتها فرحه ما تتوصفش فرحه مش عاديه والله بابا وامي فرحانين على الاخر وانا فرحانه اللي انا خليتهم يفرحوا بيا ويفتخروا بيا الحمد لله تعبنا ما نشوفش خسارة ان شاء الله مبروك من جديد. انت قلت تحب تعمل ميديسين هكا؟ اي انا حبيت على الميديسين تاع تونس حتى امي تخدم في الدومين انفيرميير دونك كي نمشي بحذا الخدمه برسمي نشرها على الاخر دونك تغرمت بها كبروفيسيون فهمت قعدت فيها عليها على الاخر يا اخي الحمد لله نورمالمون ربي سهل ان شاء الله ان شاء الله دونك باش تحقق الحلمه نتاعك والحلمه نتاعها هي معناتها باش تمشي للميديسين حلمتي انا هي ما كانتش ما ضغطتش عليا فهمت عطيتني صباح انا حره نختار اللي نحب فهمت الحمد لله. السر في 1939 فرح معناتها الخدمه هاي قولي خدمه والتفرهيد برسمي على قد ما تخدم على قد ما تفرهد اللي ترينا ما يزموش يقص لازم يعمل الحكايه نتاع ديفولمون يفرغ فيها كالينرجي نيجاتيف وينسى فيها القرايه شويه باش يلقى سفر يكمل. سينو خدمه وما تفلت حتى ديتاي ديما اسال بروفيتك حاول تلوج على ليزاستوس حاول تشوف فهمت ما ضيع حتى ديتاي في الكوف سيرتو الكتاب نتاع ليسي برسمي ما ضيع حتى ديتاي خاطر معناها برشا تلامذة معناها يهملوه فهمت ما يتلفتولوش جملة وقتها لازمنا نغزرولو خاطر هذاك اللي معاملين عليه فهمت الجمهورية الخلاصة القول اللي يخدم يلقى هذيك هي اللي يخدم يلقى وتعب عمره ما يضيع اكيد اكيد باهي خلينا نختم معك فرح اكيد فرحه كبيره ان شاء الله ديما فرحانه فرح ديديكاس نتاعك شنو تحب تقول في الاخر؟ نحب نقدم النجاح هذايا لبابا وامي بالذات وبعد بروفيتي والليسي نتاعي عائلتي اللي وقفت معايا الكوتش نتاع البوكس الكل برسمي بروفيتي الكل اللي اثروني عائلتي صحابي حبيبي الناس الكل برسمي وقفوا معايا ديما يهزوا لي المورال ديما واقفين معايا الحمد لله انت ترينا بوكس انت معناتها اي ترينا كيك بوكسينج كيك بوكسينج بارك الله تبارك الله يمكن هذه معناتها حاجه تكون مشتركه ما بين انك تمارس الرياضه وعندك القرايه دونك يظل لي هذا يعمل التوازن اموها اي صحيح هاي تبيها تخبيها بس فرصه باش ترتاح فيها اي كمل مع الميديسين كمل في كيك بوكسينج ها تمشيش معناتها اي قدرت ابي نكمل كمل في البوكس وكمل في الكيك بوكسينج يعطيك الصحه
يعيشك فرح، يعيشك بارك الله فيك يعيشك فرح، مجدي مبدع يعيشك نفسي. فرح المثلوثي، كنت معنا في المباشر عن شعبة العلوم التجريبية عن معهد بورقيبة النموذجي بتونس 19-39. وكنا خذينا منذ قليل محمد عزيز عيساوي الأول على المستوى الوطني 19-96 عن شعبة الرياضيات عن معهد النموذجي أريان. احنا مازلنا مواصلين معاكم باش ناخذوا المتفوقين بالنسبة للبكالوريا 2022 8:34 دقيقة، راجعين معاكم في البريم تايم.